السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور منذر معاكم. هذا فيديو بسيط بيشرح كيفية أخذ قائمة بالحضور إذا كان عندك صف أو كان عندك ميتنج باستخدام المايكروسوفت زوم. العملية بسيطة، أنا أعمل ميتنج بسيط موجود فيه، أنا حتى أورجيك كيف ناخذ الميتنج، بس نعمل جوين للميتنج. الآن حيظهر عندنا شاشة الميتنج. الآن في عندك خيارات فوق هنا، من ضمن الخيارات موجود عندنا شو بارتيسيبنت اللي هي تظهر قائمة الحضور، بس نضغط عليها حيظهر عندنا ايش قائمة بالحضور على الجهة اليمين دائما. لاحظ الميتنج ما فيه إلا أنا. عملية بسيطة جدا، الآن حتى تاخذ بس يخلص الميتنج حتى تقدر تاخذ الحضور موجودين اللي كانوا موجودين في الميتنج، تضغط على الثلاث نقط اللي جنب البارتيسيبنت حيظهر قائمة، من هاي القائمة حنختار داونلود اتندنت ليست. الآن لازم تضغط على داونلود اتندنت ليست، حيظهر عندك الآن فايل داونلودد موجود. الآن الفايل حيروح على الداونلود فولدر، لكن لا تعمل ليف للميتنج، لازم أول شيء تاخذ تنتظر الكل يغادر الميتنج، بعدين تاخذ الحضور والغياب، بعدين تعمل ليف للميتنج. إذا عملت ليف للميتنج قبل ما تاخذ تعمل داونلود لقائمة الحضور، ما حتقدر تسترجع قائمة الحضور أبدا نهائيا. خلينا نشوف على ملف الداونلود، حنروح على ملف الداونلود، ملاحظ موجود عندنا هذا الملف، نعمل له داونلود اليوم. ما في هذا الملف اي معلومات، لذلك هجرب اشوف اذا في، اذا ما في هفتح لك ملف سابق لميتنج كان موجود عندي. الملف عباره عن ملف CVS مش اكسل، لكن هو عباره عن يمكن تقدر تفتحه عن طريق الاكسل. موجود فيه اسم الشخص اللي بيتدخل الميتنج، ومتى عمل جوين للميتنج، ومتى التاريخ والساعه بالضبط اللي عمل بها جوين للميتنج. بالطريقه هاي تقدر تحصل الاسماء الحضور الموجودين. الان بيورجيك ايضا التايم، لو افتح ملف ثاني لصف سابق لانه انا لسه بالميتنج، لو فتحت ملف لصف اوريدي اعطيته انا سابقا، هتلاحظ انه حيبين عندنا قائمه بالحضور بالاضافه الى ايش؟ اضافه الى متى عمل جوين، ومتى عمل ليفت، ومتى ترك الميتنج، التاريخ والوقت، وايضا يبين فيه حتى اذا دخل اكثر من مره ممكن يبين تاريخ الهيستوري. بالطريقه هاي ممكن توفر على حالك وقت وتعمل جنريت للاتندنس الموجودين بالميتنج بدون ما تضيع وقت بمين حضر ومين ما حضر. اتمنى يكون هذا الفيديو افادكم، بعد ما تاخذ القائمه تعمل ليف.